بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله. إن شاء الله في هذا اليوم سنستمر درسنا مبادئ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، وإن شاء الله أنتم ستدرسون في هذه الفيديو عن موضوع تدريس مبادئ تعليم اللغة العربية. كما تعلمون عندنا ساعتين لمحاضرة كلية، وإن شاء الله سندخل مضمون الموضوع. قبل ذلك أريد أن أشرح لكم، أو أنتم تنظرون إلى cost لني أو كم، يعني أهداف هذه المادة. الأول، لو قرأت لكم باللغة الملايوية mengenai pasti prinsip asas pengajaran dan pengajaran bahasa. Aksur huna luar Arabiah. Baik, ta'lim wa ta'lum luar Arabiah. Baik, li hadhihi al-madda هناك موضوعات متنوعة. في هذا الأسبوع، الأسبوع الأول، أوبجيكتيف بنديديكان. طيب، إذا لهذه ال أو لهذا الموضوع الأول، أوبجيكتيف بنديديكان. طيب، قبل ذلك ممكن ننظر أولا بعض المصطلحات ومفاهيم مهمة لهذه المادة. كما تعلمون، هذه المادة مبادئ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، إذا لابد هناك مصطلحات منها مبادئ تعليم. طيب، هناك كلمة تعليم وهناك اللغة الثانية، إذا هذان مصطلحان أو هذان مفهومان، يعني مفهوم تعليم وهناك التعلم، مفهوم لغة ثانية وهناك أيضا مفهوم لغة أجنبية. إذا لابد أن ننظر هذه المصطلحات أولا لكي أنتم تعرفون فرق بينهما. طيب، لمفهوم التعليم والتعلم سأعطي لكم هذه يوتيوب. إذا أنتم تنظرون هذه يوتيوب، في هذا اليوتيوب هناك يتكلم الشيخ العرب في ذلك الفيديو مفهوم التعليم والتعلم. إذا سأترك أنتم المجال لكي أنتم تنظرون هذه يوتيوب. طيب،